في أحد المرات سألت صيدلانية عن عسل مانوكا الموجود لديها في الصيدلية، فأخبرتني أنه يوجد عندها عسل مانوكا بتراكيز مختلفة من مادة الـ MGO. فسألتها: وأي واحد أفضل من هذه الأنواع؟ فأجابت: الأفضل هو الأعلى بمادة الـ MGO. فسألتها: لماذا هو الأفضل؟ فقالت لي بالحرف الواحد أنه كلما زاد تركيز مادة الـ MGO كلما زادت الفوائد الصحية لعسل مانوكا، وزادت قدرته الصحية والشفائية والعلاجية لكل أجهزة الجسم بشكل كامل. فأكدت عليها: هل كل فوائده الصحية لكل أجهزة الجسم تزداد بزيادة الـ MGO؟ فأكدت بجوابها النعم. جوابها غير دقيق هذا جعلني أقوم بعمل سلسلة من هذه الحلقات التي توضح للناس ما غاب عن أذهانهم فيما يتعلق بمادة الميثيل جلايكوسال والتي تعرف باسم الـ MGO في داخل عسل مانوكا، لدرجة أن بعض الصيادلة المتخصصين قد وقعوا فيما يشاع بين الناس عن مادة الميثيل جلايكوسال. فهل صحيح حقا أن مادة الـ MGO تحمل فوائد صحية متعددة لكل أجهزة الجسم؟ أم أنها لا تعدو أكثر من مضاد حيوي؟ وهل غلاء ثمن عسل مانوكا كلما ارتفع تركيز الـ MGO فيه يعني أنه أفضل من ناحية صحية؟ وهل صحيح أن الميثيل جلايكوسال مادة آمنة؟ أم أن تناوله بتركيز عال يحمل مخاطر كبيرة أو أذية سمية على الجسم؟ معكم دكتور جميل قدسي، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة المثيرة. هذه الحلقة هي بداية لسلسلة من الحلقات نتناول فيها جانبا من الحقائق العلمية البحثية المتعلقة بالـ MGO لنضع الحقائق مقابل ما يشاع بين الناس. والسؤال الأول الذي نستهل به حلقتنا: من أين جاءت فكرة الترويج لعسل مانوكا بأنه غني بمادة الـ MGO؟ الجواب: يتميز عسل مانوكا حقيقة بأنه العسل الأغنى في العالم بمادة الميثيل جلايكوسال والتي تختصر بالحروف عادة MGO. فقد اكتشف احتواء عسل مانوكا على مادة الميثيل جلايكوسال بتركيز غير مسبوق بين أنواع العسل على يد البروفيسور توماس هانلي وفريقه في جامعة دريسدن سنة 2008، إذ استطاعوا قياسه ومعايرته. وكان هذا الاكتشاف فريدا من نوعه، لأنه بني عليه فيما بعد الكثير من القرارات والإجراءات الضخمة العملاقة التي اتخذتها السلطات النيوزيلندية كما سنرى بعد قليل. فهذه دراسة تؤكد أن عسل مانوكا هو الأغنى بمادة الميثيل جلايكوسال بتركيز أعلى بمئة ضعف على الأقل من أي نوع من أنواع العسل في العالم، وهو العسل الوحيد في العالم الذي يحتوي على هذه المادة بهذا التركيز المرتفع. وبعد هذا الاكتشاف قام الدكتور توماس هانلي وزملائه بابتكار نظام تقييم تركيز الميثيل جلايكوسال في عسل مانوكا وطريقة المعايرة والمصادقة على صحة هذا الفحص وتصنيف عسل مانوكا بناء على تركيز مادة الميثيل جلايكوسال بداخله. والحقيقة أن هذه المعلومة انتشرت بشكل كبير في نيوزيلندا، واعتبرت ميزة تنافسية استراتيجية غير عادية تجعل عسل مانوكا مميزا عن سائر أنواع العسل الأخرى. والميزة التنافسية الاستراتيجية من ناحية تسويقية هي استراتيجية يتم تخطيطها على المدى البعيد، ويتم من خلالها حساب التكاليف وتميز المنتج والتركيز على الزبائن وفعالية هذه المنتج بطريقة تجعل هذا المنتج أكثر علوة وقيمة وأكثر منعة من المنتجات المنافسة أو المشابهة والتي تقدم نفس الفائدة. وتكمن قيمة الميزة التنافسية الاستراتيجية لعسل مانوكا أيضا في العملية الصناعية التي تجعل منتجا مثل عسل مانوكا ومن خلال تركيبه الطبيعي ومن خلال عملية تصنيعية التي تحرص على الحفاظ على مكوناته الطبية تجعله مميزا عن سائر أنواع العسل الأخرى في العالم والتي لا تخضع لمثل هذه الشروط الصناعية. وهذا الاكتشاف دفع السلطات النيوزيلندية وبالتعاون مع المراكز البحثية في الجامعات النيوزيلندية لتبني فكرة عسل مانوكا كعسل مميز يختلف عن سائر أنواع العسل باحتوائه على أعلى تركيز في العالم من مادة الميثيل جلايكوسال بطريقة الميزة التنافسية الاستراتيجية التي لا يضاهيها أحد. وجعل السلطات النيوزيلندية تعمل على المشروع كمشروع قومي نيوزيلندي يدعم الاقتصاد النيوزيلندي، ومن أجل ذلك أنشأت نظامين لتصنيف جودة عسل مانوكا، وكلاهما مبني على هذه الميزة التنافسية الاستراتيجية في عسل مانوكا، ألا وهي احتوائه على مادة الميثيل جلايكوسال. النظام الأول هو نظام تقييم الـ MGO MGO Grading، والذي يقيس مقدار الميثيل جلايكوسال بالمليغرام لكل كيلوغرام من عسل مانوكا. أما النظام الثاني فهو نظام عامل عسل مانوكا الفريد، والذي أسسته جمعية تحمل اسم
جمعية العامل الفريد لعسل مانوكا. وهذا التصنيف يعتمد بشكل رئيسي على وجود مادة الميثيل جلايكوسال في عسل مانوكا ومادة الديهايدرو أسيتون التي تأتي من أزهار شجرة مانوكا ومركبين آخرين، وسنتحدث عن هذين النظامين بالتفصيل في حلقة أخرى. وليس هذا فقط، فقد أنشأت السلطات النيوزيلندية نظاما آخر لجودة العسل الخاص بالتصدير، بحيث لا يصدر إلا العسل المطابق للمواصفات العالية والتي لا يمكن الوصول لها إلا من خلال نظام جودة لتصنيع عسل مانوكا عالي الجودة من لحظة اقتطافه إلى لحظة تعبئته بشروط جودة صناعية فائقة، ليكون ذلك أيضا من ضمن الميزات التنافسية الاستراتيجية في عسل مانوكا النيوزيلندي، بحيث أن تفوقه ليس فقط بغناه بمادة الميثيل جلايكوسال، ولكن أيضا من خلال جودة التصنيع التي تحافظ على مكوناته وتجعله يحقق شروط العسل الطبي، وسنتحدث عن ذلك أيضا في حلقة كاملة بالتفصيل. وبالرغم من ابتكار تصنيف عسل مانوكا بمادة الميثيل جلايكوسال في سنة 2008 من قبل الدكتور توماس هانلي، وبالرغم من بناء الميزة التنافسية الاستراتيجية لعسل مانوكا على هذه المعلومة، فما مرت سنتان إلا وقد وصلت شهرة عسل مانوكا المرتبطة بهذه المعلومة الآفاق، وكان ذلك في سنة 2010، وهذا جعل مبيعات عسل مانوكا تقفز بشكل جنوني كل سنة اعتبارا من سنة 2010، لدرجة أنها وصلت في سنة 2020 إلى 424 مليون دولار نيوزيلندي. ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات عسل مانوكا بزيادة سنوية مقدارها 5.9% حتى سنة 2028. في الختام أود أن أقول أن غنى عسل مانوكا بمادة الميثيل جلايكوسال كانت الفكرة الرئيسية الناجحة التي بني عليها الميزات التنافسية الاستراتيجية لعسل مانوكا، ووضعت عليها الأنظمة وطبقت عليها الشروط. ولكن سؤالها الذي يطرح نفسه هنا والذي سنرى إجابته في الحلقات القادمة، هل مادة الميثيل جلايكوسال هي مادة آمنة على صحة الإنسان، أم أنها تحمل أخطارا لا تخطر على بال إنسان؟ وسنرى أيضا كيف خسرت نيوزيلندا معركتها أمام أستراليا في الحفاظ على العلامة التجارية لعسل مانوكا كمنتج خاص بها لوحدها. فتابعونا وكونوا معنا.